بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 168. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات في باب شروط القصاص: فصل. ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه وآلة ماضية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص، ذكر في هذا الفصل كيف يستوفى القصاص إذا توفرت شروط الوجوب وشروط الاستيفاء. والقصاص هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، لقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فالقصاص هو كذلك أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، لكنه لا يستوفى إلا بحضرة السلطان الأعظم أو بحضرة نائبه ممن يوكله السلطان، فلا يستوفى بدون حضور ولي الأمر أو من ينيبه، لأجل أن يؤمن الحيف ويضبط الأمن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يحكم بالقصاص ويتولى تنفيذه، وقد يوكل. فقد قال مرة لرجل من أصحابه: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها الحد. فحضور ولي الأمر أو نائبه من أجل الأمن من الحيف وعدم الفوضى استيفاء القصاص. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف. قال قبل ذلك: وآلة ماضية، بحضرة سلطان أو نائبه وآلة ماضية. نعم، ولا يستوفى إلا بآلة ماضية، يعني حادة، إذا كان لقتل أو لقطع طرف فلا بد أن يكون ذلك بآلة حادة من أجل الإجهاز والسرعة في تنفيذه، لئلا يكون بآلة كالة تعذب المقتص منه. نعم. ولا يستوفى في النفس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فلا يجوز القصاص بآلة كالة، لأن في ذلك تعذيبا للمقتص منه. نعم. قال: ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره.
إذا كان القصاص في النفس بالقتل فإنه أيضا يتخذ فيه أسهل الطرق وأقربها إلى إزهاق الروح، وذلك يكون بضرب العنق ولا يكون القتل بغير ضرب العنق، لأن ضرب العنق أسرع إلى الإجهاز وإراحة المقتول، وتكون الآلة بالسيف لأنه أمضى وأسرع في أداء الغرض، ولا يكون بآلة غير السيف. هذا رواية في المذهب، والصحيح أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، فإن قتله بسيف فإنه يقتل بسيف، وإن قتله بالرصاص فإنه يقتل بإطلاق الرصاص عليه، لأن هذا معنى القصاص، لأن القصاص هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، فينفذ القصاص على الصفة التي نفذ بها الجناية، لأن هذا معنى العدل، قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رض يهودي رأس جارية بحجر بين حجرين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية، وهذا هو معنى القصاص. قالوا: إلا أن يكون الفعل محرما، لو اعتدى على شخص فقتله بفعل محرم فإنه يقتص منه بغير الطريقة المحرمة. نعم، أحسن الله إليكم. أحيانا بعض صور الجناية قد لا يمكن تطبيقها مرة أخرى، مثل أن يدهسه بسيارة مثلا، إذا ضربه بمثقل يضرب بمثقل، وإذا دهسه بسيارة يدهس بسيارة كما فعل بالمجني عليه، هذا مقتضى القصاص. نعم، ولو كان حدوث القتل فيه للجاني غير سريع، يمكن ما يموت بسرعة مثل السيف، إذا دهس بالسيارة يموت بسرعة، المثقل يقتل يجهز عليه بسرعة. نعم. قال رحمه الله: باب العفو عن القصاص. يجب بالعمد القود أو الدية، فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا أفضل. العفو عن القصاص، العفو عرفنا أنه يجب بالقتل العمد القصاص، ولكن العفو أفضل، قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقال سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، قال سبحانه وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالقصاص عدل، والعفو فضل، والفضل أحسن من العدل، فإذا عفا مستحق القصاص عن المجني عليه فذلك أفضل له وأعظم أجرا، وله الخيار في أن يقتص وأن يعفو مجانا وأن يعفو على الدية، له الخيار في هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بين خيرتين، إما أن يقتص وإما أن يودع، أو قال صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فله خير الأمرين، إما القصاص وإما العفو. نعم، أو ما جاء بهذا المعنى. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وعفو من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين. نعم، قال: وعفوه مجانا أفضل.
نعم، قلنا إنه له أن يقتص وهذا حقه، وله أن يعفو مجانا بدون شيء، وله أن يعفو على الدية، ولكن عفوه مجانا أفضل، وعفوه إلى الدية أفضل من القصاص. نعم. فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها. إذا اختار القصاص ثم إنه تنازل عنه على صلح بأن تصالح مع أهل الجاني، تصالح مع أهل المجني عليه على مال بدل الصلح بدل القصاص، إذا تصالح مع أهل الجناية على مال بدل القصاص فله ذلك، سواء كان هذا المال بقدر الدية أو أكثر منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ولأن هدبة بن خشرم لما وجب عليه القصاص أراد من أراد من المسلمين أن يفديه بسبع ديات، فدل على جواز الصلح على أكثر من الدية. نعم. قال: وإن اختارها أو عفى مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها. تتعين الدية في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا اختار الدية وقال: أنا لا أريد القصاص وإنما أريد الدية، فليس له غيرها، فلو طالب بغيرها لم يمكن لأنه عفى إلى الدية. الحالة الثانية إذا عفى مطلقا، إذا عفى مطلقا ولم يطالب بمال محدد فليس له إلا الدية، لأن العفو المطلق يرجع إلى الدية. الحالة الثالثة إذا هلك الجاني فليس له غير الدية لتعذر القصاص بفوات محله، فليس له حينئذ إلا الدية. نعم. وإذا قطع أصبعا عمدا. نعم. أعد. وإن اختارها أو عفى مطلقا. نعم. أو هلك الجاني فليس له غيرها. إذا اختار الدية فليس له غيرها، فلو أنه أراد زيادة عليها لم يمكن، أو عفى على مال لكنه لم يحدد هذا المال فيرجع إلى الدية لأنها هي الأصل وليس له غيرها، أو هلك الجاني كما سبق. نعم. وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر. نعم. إذا قطع منه طرف أو جرح بجراحة ثم عفى عنها ثم سرت الجناية إلى النفس أو إلى العضو، فإن كان العفو مجانا فليس له شيء، لأن ما ترتب على غير المضمون فهو غير مضمون. أما إذا عفى على مال، إذا عفى على مال فله تمام الدية، دية النفس أو دية ذلك العضو الذي سرت إليه الجناية، لأنه لم يعفو مجانا. نعم. قال: وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. وإن كان العفو على مال فله تمام الدية، فيحسب ما أخذه في العفو الأول ثم يكمل له ما بقي من الدية. نعم. وإن وكل من يقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. إذا وكل من يقتص عنه فله ذلك، له أن يوكل من يقتص من الجاني بدلا عنه لأن هذا حق له، فله أن يستوفيه بنفسه أو بوكيله. لكن لو عفى عن القصاص ولكن الوكيل اقتص، فإننا ننظر، فإن كان الوكيل اقتص وهو يعلم بالعفو
فإنه يكون عليه القصاص لأنه فعل فعلا غير مأذون له فيه. وإن كان الوكيل اقتص ولم يعلم بالعفو فلا شيء عليه لأنه معذور، نعم، لأنه بنى على الوكالة ولم يبلغه ما ينافيها، نعم. وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه فإن مات فلسيده. نعم، إذا وجب لرقيق قود على من جنى عليه فالمطالبة بالقود أو العفو عنه إلى ذلك المجني عليه وهو العبد وليس لسيده. ونعم، فإن مات فلسيده. وإن وجب أو تعزير قذف، نعم، أو قذفه أحد بالفاحشة فالقذف يوجب الحد في حق الأحرار، قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. أما لو قذف مملوكا فإنه لا يجب حد القذف لأن هذا خاص بالأحرار، ولكن يجب التعزير، والذي يطالب بالتعزير هو نفس الرقيق، له أن يطالب وله أن يعفو وليس لسيده تدخل لأن الحق له في ذلك، نعم. فإن مات فلسيده. أما لو مات الرقيق قبل العفو وقبل استيفاء القصاص من الجاني فإن سيده يقوم مقامه، فله أن يطالب بالقصاص إذا كانت القضية توجب القصاص، أو التعزير إذا كانت توجب التعزير لأن السيد يقوم مقام رقيقه ومملوكه إذا مات، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، نعم، ومن لا فلا. نعم، القصاص كما يجب في النفس يجب فيما دون النفس من الأطراف والجروح، بقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فيجب القصاص فيما دون النفس في شيئين: الشيء الأول الأطراف، والشيء الثاني الجروح. ولوجوب القصاص في هذين الأمرين شروط يأتي بيانها، نعم. قال: ومن لا فلا. من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا. عرفنا أنه كما يجب القصاص في النفس يجب القصاص في الطرف والجراح، لكن ما هي القاعدة التي بها نعرف متى يجب القصاص في الطرف والجراح؟ القاعدة أن من أقيد بأحد في النفس لتكامل شروط وجوب القصاص السابقة فإنه يقاد به في الطرف وفي الجراح، ومن لا يقاد من نفس فإنه لا يقاد منه في الجراح، نعم. ولا يجب إلا بما يوجب القواد في النفس. ولا يجب القصاص في الطرف والجراح إلا بما يوجب القود في النفس، وهو العمد العدوان كما سبق، العمد العدوان كما سبق، نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهو نوعان، أحدهما في الطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والخصية والألية والشفر، كل واحد من ذلك بمثله. نعم، يؤخذ الطرف بالطرف لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. فيؤخذ الطرف بالطرف إذا توافرت شروط
القصاص السابقة. نعم تعيدها مرة واحدة. نعم. واحدة. نعم. قال وهو نوعان أحدهما في الطرف وهو أي القصاص فيما دون النفس، نوعان، قصاص في طرف وقصاص في جراحة. نعم. قال فتؤخذ العين، تؤخذ العين بالعين، قوله تعالى كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. تؤخذ العين اليمنى بالعين اليمنى والعين اليسرى بالعين اليسرى. نعم. والأنف، ويؤخذ الأنف بمجموعه من المارن والمنخرين بالأنف. نعم. والأذن، لقوله تعالى والأنف بالأنف. ها؟ نعم. وتؤخذ الأذن باليذن، الأمنى باليمنى واليسرى باليسرى، لقوله تعالى والأذن بالأذن. نعم. والسن، والسن تؤخذ بالسن، قوله تعالى والسن بالسن. والسن منه ما هو من الثنايا ومنه ما هو من الرباعيات ومنه ما هو من الأضراس. نعم. فيؤخذ كل سن بنظيره ومثيله. نعم. والجفن، يؤخذ الجفن وهو غطاء العين، الأعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل. نعم. والشفه، تؤخذ الشفه وهي طرف الفم الأعلى، الشفه العليا بالشفه العليا والشفه السفلى بالشفه السفلى. نعم. واليد، وكذلك تؤخذ اليد باليد، اليد اليمنى باليد اليمنى واليد اليسرى باليد اليسرى. نعم. والرجل، الرجل اليمنى بالرجل اليمنى والرجل اليسرى بالرجل اليسرى. نعم. والأصبع، والأصبع تؤخذ الأصبع بالأصبع، وفي كل إنسان 10 أصابع لليدين و10 أصابع للرجلين، فيؤخذ كل أصبع بنظيره. نعم. والكف، الكف الكاملة من مفصل الكوع تؤخذ بالكف. نعم. اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. والمرفق، نعم، المرفق هو مفصل الذراع من العضد، يؤخذ بالمرفق، الأيمن بالأيمن والأيسر بالأيسر. نعم. والذكر، الذكر يؤخذ بالذكر، فإذا قطع ذكره فإنه يقطع ذكر الجاني. نعم. والخصية، والخصية تؤخذ بالخصية، وللإنسان خصيتان، فتؤخذ الخصية بنظيرتها من الجاني. نعم. والألية، والإنسان له أليتان، فتؤخذ الألية بالألية لأنها عضو وله حد ينتهي إليه. نعم. والشفر، والشفر وهو حافة الفرج، فرج المرأة، حافة فرج المرأة، لأن فرج المرأة يحيط به شفران، فإذا قطع واحدا منهما فإنه يقطع، إذا قطعت امرأة من امرأة الشفر فإنه يقطع شفرها مثله. نعم. كل واحد من ذلك بمثله، كل واحد من تلك الأعضاء بمثله. نعم. الأيمن بالأيمن والأيسر بالأيسر والأعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل من الأجفان. نعم. وللقصاص في الطرف شروط. نعم. الأول، لما عرفنا وجوب القصاص في الأطراف ذكر رحمه الله شروط استيفاء القصاص في الأطراف زيادة على الشروط السابقة. نعم. قال الأول الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أوله حد أو له حد ينتهي إليه. الأول الأمن من الحيف أي الزيادة. وكيف يحصل الأمن من الحيف؟ يحصل إذا كان الطرف له مفصل مثل مفصل الكف من اليد، مفصل المرفق من الذراع، مفصل الركبة من الرجل، مفصل الكعب أيضا، مفصل القدم. فإذا كان العضو له حد ينتهي إليه ف
فإنه يؤخذ من الحد والمفصل الذي ينتهي إليه. أما إذا لم يكن له حد فإنه لا يجوز القصاص، لأنه لا يؤمن الحيف. فلو كسر ذراعه أو كسر ساقه أو فخذه فلا قصاص حينئذ، لأنه لا يمكن الأمن من الحيف. نعم. قال بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه. كمارن الأنف الذي له حد ينتهي إليه مثل مارن الأنف، لأن الأنف يتكون من القصبة والمارن وبينهما مفصل، فحد المارن هو عظم القصبة. نعم. الثاني المماثلة في الاسم والموضع. الثاني المماثلة في الاسم وفي الموضع. في الاسم مثل اليد اليمنى باليد اليمنى، اليد اليسرى باليد اليسرى، وفي الموضع كما في الأصابع، أصابع اليد اليمنى تؤخذ بأصابع اليمنى، وأصابع اليد اليسرى تؤخذ بأصابع اليسرى. الإبهام يؤخذ بالإبهام، والسبابة بالسبابة، وإلى آخره. نعم. فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين، لاختلاف الاسم. لا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين، لاختلاف الاسم. نعم. ولا خنصر ببنصر، ولا خنصر إصبع خنصر ببنصر، لاختلاف الموضع. كل منهما أصبع لكن اختلف الموضع. نعم. ولا أصلي بزائد، ولا يؤخذ عضو أصلي بعضو زائد. فلو أن جانيا جنى وأخذ أصبعا زائدة من إنسان فإنه لا يجوز أن نأخذ من الجاني الأصبع الأصلي، لاختلاف الاسم واختلاف الموضع واختلاف المنفعة أيضا. نعم. ولا عكسه، ولا عكسه، لا يؤخذ زائد بأصلي لأنه لا يماثله. نعم. قال ولو تراضيا لم يجز، ولو تراضيا على أخذ الزائد بالأصلي أو الأصلي بالزائد أو أخذ الشمال باليمين من اليدين والرجلين لم يجز ذلك، لأن هذا يخالف العدل. نعم. الثالث استواؤهما في الصحة والكمال. الشرط الثالث في شروط استيفاء القصاص في الأطراف استواء الطرفين في الصحة والكمال. نعم. لتتحقق المماثلة والعدالة. قال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، لا تؤخذ يد صحيحة أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء، لأن الشلاء غير صحيحة، والرجل السليمة هذه صحيحة، فلا تؤخذ بشلاء لعدم المماثلة. نعم. ولا كاملة الأصابع بناقصة، ولا تؤخذ كاملة الأصابع من الجاني بناقصة الأصابع من المجني عليه، للاختلاف في الكمال. نعم. ولا عين صحيحة بقائمة، ولا عين صحيحة سليمة النظر بعين قائمة ليس فيها بصر. القائمة هي العين الكاملة في صورتها لكنها ليس فيها إبصار، فلا تؤخذ هذه بهذه لعدم التساوي. نعم. ويؤخذ عكسه، ويؤخذ عكسه، يؤخذ ال... نعم يؤخذ. قال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة. نعم. الأصابع بناقصة، يعني يؤخذ استواءهما في الصحة والكمال، فيؤخذ العضو الناقص، يؤخذ العضو الناقص بالعضو الكامل، لأن هذا بعض حقه، لأن المجني عليه أخذ بعض حقه. قال ويؤخذ عكسه ولا أرش، ولا أرش له في ذلك لأنه أخذ العضو وليس له غيره. نعم. يعني لو كان في كف الجاني 4 أصابع فرضي بها المجني عليه، لو قطع يده السليمة
وهو والجاني ليس له يد، له يد ليس لها أصابع، فللمجني عليها أن يأخذ اليد الناقصة وليس له غير ذلك، لأنه أخذ الموجود، لأنه أخذ الموجود. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. ندع إن شاء الله الحديث عن النوع الثاني من القصاص في الجراح إلى لقائنا القادم إن شاء الله. هذه تحية من مهندس الصوت زميلنا سهل الركوبي، حتى نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.